دخل دكتور الدم، سلم، قال منصور بكل اختصار احنا شاكين في مرض اسمه لوكيميا. هو قال لوكيميا كأني بديت استوعب انه ما هو ذا اللي قاعد اسمع عنه، اسم غير عن اسامي اللي معروفة، وانا اصلا ما اعرف الا مرض نقص مناعة او ايدز بس. انتهي الا ناظر الوالدة كأنها داخت شوي ومسكت السرير ومسكت يدها. قلت لها وشو لوكيميا؟ قالت لا تخاف يا ولدي، هذا شيء يجي من العين. قلت من العين؟ من العين دكتور كم مدة العلاج؟ قال شهر. قلت في المستشفى ولا برا؟ قال لا في المستشفى. قلت على بركة الله. ودي أقول له دكتور مو بيد، تكفى علمني، ما هو بيد، أنا ما فيني العافية متأكد، بعد ربي سبحانه واثق من نفسي بما تعنيه الكلمة، يا رب لك الحمد، بس شلون تقول ذا الشيء؟ دخلنا، أنا إنسان كنت أتعود أستخدم كمبيوتر، فدخلت بكل بساطة كتبت في جوجل لوكيميا. قلت أوف أنا فيني سرطان، سرطان دم، يعني ما أدري أقرأ ولا ما أقرأ، أكمل ولا ما أكمل، شيء مخيف. قعدت أقرأ شوي سريع، بدينا جاني دكتور العلاج، قال يا منصور أنت بتمر 6 مراحل علاج، ورسم لي خطة العلاج. قلت ما عندي مشكلة، توكل على الله. الجرعة الأولى مدتها 7 أيام، بعدين 2 أسبوع النخاع ينتج خلايا سليمة، بعدين تطلع من المستشفى 2 أسبوع البيت تعيش حياة طبيعية، وترجع مرة ثانية الجرعة الثانية، وكذلك 6 جرعات. الجرعة الأولى هذه كانت 7 أيام متواصلة، الكيماوي يدخل جوا جسمي يغسله، يموت الخلايا الغير ناضجة. فهذا الأسبوع ما كنت أحس فيه، ما كنت أتذكر شيء. أتذكر شيء واحد، إني كنت منسدح، يقوموني يمسحون ظهري بالموية وأرجع مرة ثانية. جت الجرعة الثانية في عناية مركزة 4-3 أيام. صحيت من بعد العناية المركزة، بدأت تبان علي أعراض الكيماوي اللي هي الشعر يطيح، الإرهاق، أعراض الكيماوي الجانبية كاملة. مرة من المرات وهم طبعاً هم حاطين، اللي كانوا حاطين سلك هنا، السلك هذا كان على الوريد مباشرة عشان ما يأثر على الأوردة الصغيرة، فمطلعين سلك، فكانوا كل فترة كل يوم ينظفون هذا السلك اللي هنا، فجاءوا ركبوا يا طويل العمر الكيماوي، طاحت قطرة على جسمي. يوم ركبوا السلك طاحت قطرة من الكيماوي، يوم طاحت حرقت هنا. أوف هذا الكيماوي كذا يسوي؟ وناظر، قال له أوه معلش يمسحها بسرعة. قلت دقيقة، الحين هذا كذا جوا جسمي كذا قاعد يصير؟ قال هو كذا أصلا، هذا كيماوي. دريت أن الموضوع يعني مو بسهل، بس أنه بإذن الله أني أقوى منه. كان عندي خيارين، يا خيار أني أتفرج على الكيماوي هو يحرق جسمي، يا خيار أني أغير مصطلحاتي وأحرص على أني أعالج نفسي بنفسي بعد إرادة ربي سبحانه. الدكتور قال لي منصور ترى أنت بسبة اللي قاعد تسويه في نفسك شف هذا اللي صار لك. بديت أستوعب أنه لازم أعالج نفسي بنفسي، الحين لازم ألحق على نفسي. قلت طيب أنا أوعدك الجرعة الثالثة أن الله بيكتب لها إن شاء الله الخير، وجه يا طويل العمر واكتب لي دعاء بسيط. في ذاك الحين كنت واصل مراحل في اليأس ما يعلم بها إلا ربي سبحانه. كان يعني أي أحد يعطيني أي مشورة ممكن تفيدني في العلاج بعد الله سبحانه كنت أسويها، أي شيء. كتبت دعاء، ربي أنت خلقتني قادر على إعادة بناء جسمي، أنا لي 24 سنة جسمي قاعد يمشي طبيعي، فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بحكمتك وجبروتك وإرادتك بتكمل هذه العملية. شعري بدأ يطيح لدرجة إني لو أحك هنا طاح خلاص، ماتت البويصلات اللي جوا. وتعرف الشكل الخارجي لمرضى السرطان كان مؤثر كثير للناس مو بلنا، فإحنا نشيل هم الناس، كنا إذا شافونا ما أشيل هم نفسي، أشيل هم أقول لا تناظرني كذا يضيق صدري. فكنت أقول يعني، ومع العلم
مع العلم بأنه أقل أعراض جانبية من الكيماوي اللي هي أضعف الأعراض اللي هو الشعر يطيح، لأن الشعر يطيح لا شعوريا أصلاً، لأن البويصلة ماتت. حكيني على البويصلة كيف ماتت، مو بالشعر إذا طاح. فصرت أناظر نفسي في المراية، صرت أقول منصور شعري ما راح يطيح. كنت أطبطب عليه إذا جيت أتوضع عشان ما يطيح، لو حكيته طاح. كنت أقول أصلاً معدل الشعر الطبيعي اللي يطيح 100 شعرة باليوم، وما أدري عن المعلومة إذا صحيحة ولا لا. صرت أسحب شعرة من هنا طيح، أدري أنا أنه طيح، بس ما في قرارة نفسي ما أقدر أقر بذا الشيء. فكنت أقول أصلاً باقي 99، وأجي من بكرة طال عمرك وأسحب الثانية وطيح. يدي لو حكيتها طاحت، وكنت أجرب على أماكن ثانية، بس وجهي ما أبغى أحد يلمسه، كان أحسه هو الواجهة. تخيل يجي اليوم الثالث واسحب شعره ولا طاحت، واسحب من الشنب ولا طاح، واسحب من الدقن كذا ولا طاح. سبحان الله، يجيني هذا الشعور باليقين التام بقدرة الله عز وجل، ما أقدر أوصفها لو أجلس أشرح 50 ساعة. تخيل بعد ما ماتت البويصلات بقيت زي ما أنا طبيعي، لدرجة الأسبوع اللي بعده صرت أحلق دقني. يا رب لك الحمد، أنا أيقنت وآمنت بأن العلاج عند الله سبحانه، وآمنت وأيقنت بأن ربي سبحانه هو اللي قادر أن يحيي العظام ويهرم. من هنا، من هذه القصة أو من هذا الموقف فقط، عرفت أن فيه مفاتيح في الدنيا إلى الحين ما استخدمناها. فيه مفاتيح للطموح والإيمان بالله واليقين بعز وجل وقدرة وجبروت نقدر نوظفها في حياتنا اليومية ما استخدمناها.